أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات للصف السابع على بركة الله. حصتنا اليوم تتكلم على جمع وطرح المقادير الجبرية. إذن خدينا سابقاً الحدود الجبرية والحدود المتشابهة والغير متشابهة وإيجاد قيمة مقدار، توا ناخد جمع وطرح المقادير الجبرية. شوفوا معي مما سبق معرفته اللي هو أخذناها سابقا عن الحدود الجبرية المتشابهة، فإنه يمكن جمع وطرح الحدود الجبرية المتشابهة، زي لما أخذنا المثال على 2 سين و 3 سين. تتذكروا أعزائي الطلاب قلنا هذه المعامل يدل على السين قداش عندي منها، عندي 2 و 3 سين عندي منها 3، معناها كلهم مع بعضهم كام؟ 5 سين. إذا نقدر نجمعها، لكن لما تبدأ رموز مختلفة ما نقدرش نجمعها. إذن الحدود المتشابهة نقدر نجمعها والغير متشابهة ما نقدرش نجمعها. زي هنا يشوفوا سين وسين وسين، هذه كلها حدود متشابهة نفس النوع. يعني لو السين، احنا تكلمنا عن المقادير الجبرية ان قلنا الرموز تمثل أعداد، السين معناها مثلا نقولوا 8، اذا هذه معناها حتكون 8 و8 و8، اذا نقدر نقول 3 في 8 24 او 3 في سين. اذا هذه حدود متشابهه نقدر نجمعها تعطيني 3 سين بمعنى 3 في سين اللي هو عمليه الضرب. اعزائي الطلاب عارفين ان الضرب هو تكرار لشني؟ لعمليه الجمع. 3 في سين يعني مجموعة 3 مرات متكررة 3 مرات. باهي نفس الطريقة 2 ألف، هذه شن تعني لنا؟ تعني لنا ألف زايد ألف. إذا حتى هي ولو خدناها عملية عكسية هذه حدود متشابهة انجمعت وأعطتنا 2 ألف. باهي، لكن شوفوا معي تو هنا قال لك ومن ناحية أخرى فإنه لا يمكن تبسيط المقدار اللي هو 5 سين و2 صاد. يعني هذه 5 سين هذا نوع اللي هي السين عندي منها 5 وهذه الصاد عندي منها 2، هل هم نفس النوع باش نقدر نطرحهم؟ لا، إذا تقعد زي ما هي بهذه الصورة، لأن 5 سين و2 سين هذو حدان غير متشابهان. الحدود الغير متشابهة لا يمكن جمعها أو طرحها، وبالتالي تقعد بهذه الصورة. توا أعزائي الطلاب ناخذ أمثلة اللي هي اختصر ألف زائد أربعة ألف زائد ستة ألف. استخدمنا التنسيق يعني بنجري العملية الأربعة والستة. إذا نشوفوا سبعة ألف زائد عشرة ألف أعطتنا 17 ألف، هذه كلها شنو؟ حدود متشابهة وبالتالي قدرنا نجمعها. شوفوا التمرين اللي بعده 9 ب زائد 5 ب ناقص 3 ب اللي هي نفس الطريقة تنسيق 9 زائد 5 وبعدين ناقص 3. إذا شوفوا معي 14 ب ناقص 3 أعطتنا 11 ب. التمرين الثالث شوفوا معي باي، قبل أن نبدأ في التمرين الثالث أعزائي الطلاب ممكن بدل حتى خاصية التنسيق نقدر على طول نجمع، نقول 7 و4 11 و6 17، 9 ناقص زائد 5 14 ناقص 3 11. نجي للثالث ألف ب زائد ألف زائد 2 ب زائد 2 ألف ب، كم حد عندي هنا؟ هذا حد 2 3 4، أربع حدود. لكن شو بنلاحظ أعزائي الطلاب؟ هل عندي حدود متشابهة؟ هل هي كلها متشابهة؟ لا، مش كلها متشابهة، لكن شوفوا معي لو نلاحظ هذا الحد ألف ب شن معاملة؟ واحد. وهذا الحد 2 ألف ب شن معاملة؟ 2. هذه حدود متشابهة نفس الرموز ألف وب ألف ب. هذا الحد ألف بس معاملة واحد، وهذا 2 ب حد المعاملة 2، هذا ألف وهذه ب، هذه مختلفات. إذا عندي حدين متشابهات والباقي مختلف، فبنجمع الحدود المتشابهة أهي ألف ب زائد 2 ب، درنا خاصية التنسيق لأن بنجمع هذا فقط لأنه متشابهة، وحطينا باقي الحدود اللي هي درنا العمليات الحسابية لو تتذكروا أعزائي الطلاب. حولنا 2 من مرتبتها الرابعة حطيناه هو الثاني اللي هو خاصية شنو؟ ترتيب أو التبديل، خاصية التبديل في الجمع، وبعدين درنا الأقواس اللي هي خاصية التنسيق، هادو نجمعهم وهادو يقعدوا زي ما هم لأن حدود غير متشابهة. شوفوا الناتج
ألف باء زائد 2 ألف باء، يعني ألف باء عندي منا واحد معاملة وزدنا 2 أعطانا مع بعضهم كم؟ 3 ألف باء زائد ألف زائد 2 باء، هذه حدود غير متشابهة، وبالتالي الناتج النهائي يقعد بهذه الصورة. إذا شفت أعزائي الطلاب الفرق ما بين التمرين الأول والثاني والثالث، الأول جميعها حدود متشابهة اجمعناه، الثانية جميعها حدود متشابهة اجمعناه، هنا عندي جمع فقط اجمعنا، لكن هنا عندي جمع وطرح. التمرين الثالث عندي متشابه وغير متشابه، إذا اجمعنا المتشابه والغير متشابه نزلناه، وبالتالي هذه الناتج النهائي تقعد بهذه الصورة اللي هي 3 ألف باء زائد ألف زائد 2 باء. إذا الحدود متشابهة تجمع والمتشابه والغير متشابهة لا تجمع. شوفوا التمرين اللي بعده، إذا شوفوا معي 6 ألف زائد 3 باء زائد 2 ألف زائد 4 باء ناقص ألف، إذا أنا 6 ألف و2 ألف وألف هذه حدود متشابهة، و3 باء و4 باء هذه متشابهة. إذا نستخدم الخواص، الترتيب، التبديل والتوزيع، الخواص اللي واخدينها قبل ولا لا؟ شو بندير هنا؟ درنا عملية تبديل، بدلنا الأماكن، درنا أقواس، عملية تنسيق. إذا شفتوا 6 ألف، شن جبنا لها؟ 2 ألف وجبنا لها الألف. إذا هذه عملية التبديل، ودرنا الأقواس يعني تنسيق. 3 باء شن جبنا لها؟ 4 باء، 4 باء. وتوا بعد ما رتبنا استخدمنا الخواص، توا نجري عملية الجمع. 6 ألف زائد 2 ألف 8، 8 ناقص 1 7، هذه الحدود المتشابهة. نمشي بعدين 3 باء زائد 4 باء 7 باء، شوفوا معاي. إذا 8 ألف ناقص ألف أعطتني 7 ألف زائد 7 باء، وتقعد بهذه الصورة أعزائي الطلاب لنا 7 ألف و7 باء، مع أن المعامل شفتوه نفسه ولا لا؟ لكن الألف والباء هذه مختلفة، إذا هذه حدود غير متشابهة، يعني الألف عندي منها كم؟ 7، والباء عندي منها كم؟ 7، وبالتالي ما نقدرش نجمعهم. شن عندي؟ 7 ألف و7 باء، وتقعد بهذه الصورة، لا تجمع لأن الحدود غير متشابهة. نجول للتمرين اللي بعده، شوفوا معي، ربع سين ناقص نص سبع صاد ناقص ثمن سين، من المتشابه؟ شوفوا معي المتشابه ربع سين وناقص ثمن سين، إذا درنا عملية تبديل جبنا المتشابه مع بعضهم، والتنسيق اللي هو الأقواس معناه بنجري العملية هذه بروح، ناقص سبع صاد هذا يختلف عليهم خليناه بروح. شو بنلاحظ هنا؟ هذه كسور، خير هالكسور، شفت الدروس مربوطة ببعضها، كسور شنو؟ مختلفة المقامات. خدينا احنا في جمع وطرح الكسور قبل ما نجمع لازم شنو الشرط؟ ان الكسور تكون مقاماتها موحدة يعني نفس النوع، وبالتالي نوحد المقام 4 و8 على المضاعف المشترك الأصغر. شنو أصغر مضاعف للثمانية والأربعة؟ اللي هو ايوه 8. إذا شوفوا معي، إذا خلينا الربع جبنا كسر مكافي ليه بحيث مقام 8، معناها شن صار للأربعة؟ ضربت في 2، إذا حتى الواحد انضرب في 2، إذا أصبح شنو؟ 2 على 8، هذا كسر مكافي للربع، وهذا نزلناه زي ما هو. ايوه توا أصبحت كسور موحدة المقامات نجمع، لكن عملية شنو عندي؟ طرح، إذا بنطرح 2 ناقص 1 1 وننزل المقام، وبالتالي الناتج أعطاني ثمن سين وناقص سبع صاد ينزل، وتقعد هذه الصورة أعزائي الطلاب لأن هذه حدود غير متشابهة، السين والصاد مختلفين. التمرين اللي بعده شنو عندي؟ 6 عين 9 صاد ناقص 4 ناقص 4 صاد زائد 3 عين، كم حد عندي؟ 1 2 3 4 5، عندي 5 حدود. من المتشابه؟ راح نشوفه 6 عين، في حد يشبه لها؟ فيه 3 عين، هادو متشابهات، إذا ندير عملية تبديل وتنسيق. 9 صاد من الحد يشبه؟ هو حد يشبه باهي الأربعة سالب أربعة، هذا شنو نسميه؟ شنو نقول عليه؟ ايوه حد ثابت. إذا شوفوا كيف نجري العملية، ايوه بدلنا لنا خاصية التبديل والتنسيق، إذا هادو اثنين مع بعضهم متشابه وهادو اثنين مع بعضهم متشابه، والأربعة بروحها.
توا نقدر نجمع هذه حدود متشابهة 6 و 3 9، وهنا نقدر نطرح حدود متشابهة 9 ناقص 4 5. إذن يعني عندي 6 عين، العين هذه قداش عندي منها المعامل؟ هذا معامل عين ولا لا؟ هذا يدل على العين كم عندي اللي هو المعامل. الأساس قداش عندي منها؟ العين قداش عندي منها؟ أيوة عندي منها 6، زدناها 3 كم يصبح؟ 9 عين. باهي عندي 9 صاد وطرحنا منها 4 صاد، كم تعطيني؟ 5 صاد ناقص 4 ينزل. إذن هذا الناتج، وتقعد بهذه الصورة، لأن هذه حدود خيرها غير متشابهة. المتشابه جمعناه والغير متشابه خلينا. أوجد قيمة كل من المقادير الجبرية الآتية عندما ألف يساوي 7 والباب تساوي 3. إذن هنا بنعوض، نقدر نوجد قيمة المقدار، خديناها سابقا. شوفوا معي، ألف زائد 2 باء، نعوض على الألف بالسبعة، و 2 باء يعني 2 في باء، الباء متكررة مرتين، 2 في 3. طبعا نجري العملية الكبرى أولا، خديناها ترتيب العمليات. إذا نضرب وبعدين نجمع، 7 زائد 2 في 3 بستة 13. نجي اللي بعدها، 4 ألف زائد 3 باء زائد 2 باء، 2 ألف زائد 4 باء. إذا نجمع الأول حدود متشابهة قبل أن نعوض، أسهل لي، 4 و 2 و 3 باء وباء. إذا درنا عملية تبديل وتلصيق، ونجمع باش نجمع الحدود المتشابهة، 4 ألف و 2 ألف كم تعطيني؟ أيوة 6 ألف، و 3 باء زائد باء 4 باء، وبعدها نجي نعوض. إذا أسهل يا أعزائي الطلاب، بدل ما نقعد نعوض، 4 في الألف اللي هي كم الألف؟ 7، 4 في 7 زائد 3 في الباء اللي هي 3، زائد 2 في 7 زائد 3، ونقعد نضرب ونجمع، لا، ندمج الحدود المتشابهة وبعدين نخلي التعويض هو الأخير. إذا 6 ألف يعني 6 في الأربعة زائد 4 باء 4 في 3. وطبعا ترتيب العمليات، نجري العمليات الكبرى اللي هي الضرب وبعدين الجمع، 7 في 6 42 و4 في 3 ب 12، وبعدين نجري العمليه الاخيريه الجمع، شنو اعطتني؟ 54. التمرين اللي بعده شنو عندي؟ شوفوا معي، 11000 ب ناقص 2000 ب، اذا هذه حدود متشابهه عمليه طرح، 11 ناقص 2 9000 ب، يعني كم عندي من الالف ب؟ 9. تو نعوض، 9 ألف باء يعني 9 في ألف في باء، إذن 9 في الألف 7 في الباء 3 اللي هي 9 في 3 في 9 في 7 في 3. نقدر نضرب ونقول 7 في 3 ب 21، نقدر نشدوها في روسنا، 21 في 9، 9 في 1 ب 9، 9 في 2 ب 18، اللي هي الضرب التبديلي. أو نقدر نقول 9 في 7 بكم؟ ب 63، و 3 في 63، 3 في 3 ب 9، و 3 في 6 ب 18، تعطي نفس الناتج اللي هو 189. ناخذ تمارين، قال لك اختصر. إذا شوفوا معي، عندي 19 ميم ناقص 3 ميم زائد 10 نون ناقص 9 نون، اللي هي وين المتشابه؟ 19 ميم ناقص 3 ميم زائد 2 ميم. نقدر على طول أعزائي الطلاب نحط الناتج بالكامل، أو ندير التنسيق. إذا شنو ندير؟ 19 ميم ناقص 3 ميم زائد 2 ميم، هذه حدود متشابهة. بعدها زائد 10 نون ناقص 9 نون، ونجمع 19 ناقص 3 كم تعطيني؟ 19 ناقص 3 أيوة 16 زائد 2 تعطيني 18، إذا بيساوي 18 ميم، و10 نون ناقص 9 نون تعطيني نون، إذا زائد نون. نجي للتمرين اللي بعده، 15 ميم نون زائد 5 ميم ناقص 14 ميم ناقص 3 ميم نون. أعزائي الطلاب، نقدر نجري العملية على طول بدل ما ندير التبديل وندير التنسيق، نقدر ندير الأشياء هذه في راسي بدل ما نكتبها، نطبقها في راسي. كيف نطبقها في راسي؟
إن 5 ميم نون بنجيب 3 ميم نون معناها درت تبديل جبتها بجنبها. نجري العملية معناها درت التنسيق. إذا نقدر نحط الناتج على طول واستخدام الخواص مباشرة. إذا 15 ميم نون ناقص 3 ميم نون شم تعطيني؟ 15 ناقص 3 12 ميم نون. وناخذ 2 مع بعضهم 5 ميم ناقص 14 ميم. إذا لاحظوا أعزائي الطلاب 5 ميم بالموجب وال 14 ميم بالسالب. نرجع للأعداد الصحيحة. هنا إشارات شنو؟ هذه موجبة وهذه سالبة. إذا بنطرح زي ما درنا هنا، هذه موجبة وهذه سالبة طرحنا. لكن هذه واضحة طرح وراها على طول، لكن هذه الجمع قبل الطرح هي هي. إذا بنطرح وناخذ إشارة الأكبر. 14 نطرح منها الخمسة 9، إذا نحط الناتج ناقص 9 ميم. إذا ممكن ندير الأشياء هذه الخواص وني نشتغل نديرها في راسي ونحط الناتج. نجول للتمرين اللي بعده. 8 فاعل ناقص 9 ها زائد 2 ها ناقص 6 فاعل. نفس الطريقة. هذه 8 فاعل وين اللي يشبه لها؟ أيوة، وهادو 2 مع بعضهم. إذا على طول نقدر نحط الناتج على طول أعزائي الطلاب. 8 موجبة و6 سالبة، يعني بنطرح 8 ناقص 6 2 والإشارة بالموجب إشارة الأكبر. إذا 2 2 من أي نوع؟ من فاعل. به ناقص 9 وزايد 2 نفس الطريقة إشارات مختلفة. بنطرح 9 أكبر، إذا بنحط إشارة الأكبر اللي هي سالب. 9 ناقص 2 7 ها. آخر تمرين عندي اللي هو س ناقص ربع ص زايد 3 على 7 س زايد 4 على 5 ص. هذه المتشابهة س و 3 على 7 س، هادو مع بعضهم س معاملها واحد، يعني الناتج شو بيساوي؟ س زايد 3 على 7 س، هادو مع بعضهم. به نجي اللي بعدها، عندي ناقص ربع ص وزايد 4 خماس ص، من الأكبر أعزائي الطلاب؟ 4 خماس أكبر. إذا ناخذ هذا الأول ونحطه، أسهل من لما ناخذ السالب، فنقدر اللي هي التبديل والتنسيق هذه نستعملها. ونفتح قوس. 4 على 5 ص ناقص ربع ص. نكمل العملية. س معاملها واحد، يعني واحد وثلاثة على أربعة س. به نجول اللي بعدها، اللي بعدها بنوحد المقامات. أربعة وخمسة عشرين. إذا الخمسة هذه انضربت في كم؟ أعطتني عشرين في الأربعة. إذا حتى الأربعة بنضربها في الأربعة تعطيني 16 ناقص الأربعة ولت 20 معناها انضربت في الخمسة. إذا حتى الواحد نضربها في الخمسة اللي هو ص. واحد وثلاثة على أربعة س، وهنا 16 ناقص 5 تعطيني 11 على 20 ص. إذن عندنا مقادير جبرية ممكن تكون في صورة كسور، وبالتالي جمعنا المتشابه السين مع السين والصاد مع الصاد. لاحظنا كسور مقامات مختلفة، إذا وحدنا المقامات. هنا ما فيش داعي نوحد لأن هذا واحد صحيح. إذا واحد زائد ثلاثة أسباع هي نفسها واحد وثلاثة أسباع، هذه سبعة مش أربعة. إذا واحد وثلاثة أسباع. هنا خمسة وأربعة وحدنا على العشرين، هذا مكافي مقام 20 ضربنا في الأربعة. إذا حتى هنا في الأربعة هذا مكافي، ولا 20 ضربنا في الخمسة حتى هنا ضربنا في الخمسة أعطتني 16 ناقص 5 يعني 11 على 20 ص. إذا الناتج النهائي واحد وثلاثة أسباع نفس الطريقة، هذه سبعة ثلاثة أسباع س زائد 11 على 20 اللي هي ص. هذا آخر التمرين. وإلى هنا أعزائي الطلاب ننهي حصة اليوم، وإلى اللقاء في الحصة القادمة بإذن الله.